مية هلا بكم وبحلقة جديدة من بالعراقي. يتواصل الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بأروقة البرلمان وبين الأوساط الناشطين والحقوقيين، طبعا وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية. فشنو أسباب تصاعد الجدل المحتدم حول تعديل هذا القانون؟ وشلون يمكن معالجة ظاهرة الزواج خارج المحاكم؟ وهل تكمن إشكالية التعديلات بإدخال التشريعات الدينية بالقانونية؟ وين يختلف نشطاء حقوق الإنسان مع مشروع تعديل؟ وليش أثار تعديل القانون مخاوف أممية من تقويض حقوق المرأة والطفل؟ ويبقى السؤال الأهم، شنو الدوافع اللي تقف وراء الإصرار على إصدار هذا القانون وبهذا التوقيت؟ خلونا نناقش كل هذا وأكثر بحلقة بداية الأسبوع من بالعراقي. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من السعي لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، معتبرة أن من شأن هذه التعديلات تقويض حقوق المرأة والطفل. ردود فعل متصاعدة على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وصلت إلى حد الشعور بالقلق. هذا هو جوهر الموقف الأمريكي من سعي مجلس النواب العراقي نحو إقرار تعديلات من شأنها تقويض الحقوق. سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد إلينا رومانوسكي نشرت تغريدة حثت فيها العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل. وشاركت السفيرة عبر تغريدتها موقفا سابقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل تضمن الموقف ذاته. التعديل الذي يعمل على تشريعه البرلمان العراقي لاقى معارضة من فئات كبيرة من المجتمع، بينهم قانونيون ومحامون ونساء ناشطات في مجال حقوق الأسرة والطفل، في وقت حذرت فيه منظمة Human Rights Watch من السعي لإقرار هذا التعديل بما يسمح للمرجعيات الدينية العراقية بتنظيم شؤون الزواج والميراث بدلا من قانون الدولة. وبحسب تقرير أصدرته المنظمة، فإن التعديل لو أقر ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات التي لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث. وحثت المنظمة البرلمانيين العراقيين على رفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبناها بشق الأنفس خلال عقود من الزمن، منوهة إلى أن عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي على حد وصفها. أرحب بضيوفي من بغداد، دكتور مصطفى البياتي رئيس رابطة أئمة وخطباء العظمية، ومجيد العقابي رئيس مركز الفكر والحوار والإصلاح، ومحمد جمعة الخبير القانوني، وإنسام سلمان رئيسة منظمة أيسن لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. كل الهلاء ومرحبا بضيوفنا الكرام. واسمحوا لي أن أبدأ مع دكتور مصطفى. خلينا يعني هنا نسأل بحقيقة الأمر، يعني منذ أن يعني بدأ الحديث عن قانون الأحوال الشخصية وأخذ دخل داخل البرلمان، هنالك قلق داخلي وقلق خارجي أيضا حول هذا الموضوع. ليش أكو قلق من قانون الأحوال الشخصية اللي قرأ قراءة أولى في البرلمان دكتور؟ حياكم الله أخي الكريم، التحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة نبراسا ونورا يضيء للعراقيين ولمن لم يعرف ماهية يعني هذا القانون وتفصيلاته. بداية، احنا نعيش في بلد متعدد الهويات، بلد
فيه أكثر من مكون وفيه أكثر من دين وفيه أكثر من مذهب، لا بد للجميع أن يحترم الجميع، ولا يستطيع أحد أن يفرض معتقده أو هويته على الآخرين. لذلك خلينا نتفق على احترام حقوق الجميع واحترام كل الهويات التي تعيش في ظل عراق واحد موحد من الشرق إلى الغرب، من الجنوب إلى الشمال. حقيقة ما وجدناه في التعديل لقانون الأحوال الشخصية وجدنا أمورا يعني حقيقة هي مجحفة للمرأة، وأيضا تدق إسفين الطائفية وإسفين حكم الجهة الواحدة على بقية الجهات، وحقيقة هذا الوضع في العراق غير صحي. طيب دكتور مصطفى، ممكن نسمي شنو مآخذكم؟ عذرا دكتور مصطفى، شنو مآخذكم ممكن نسميها لو سمحت؟ أول مأخذ أنه موضوع الفتاة يمكن لها أن تتزوج وهي بين 9 سنوات، حقيقة هذا يعني أكبر مأخذ وأهم مأخذ على هذا القانون. يعني إحنا مذاهبنا الفقهية الأربعة، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، ما جوزوا زواج الفتاة يعني تحت سن 17 سنة. 17 سنة فما فوق تبلغ الفتاة. صحيح هناك رواية في كتاب صحيح البخاري أن الفتاة تبلغ 9 سنوات، وإذا ما بلغت الفتاة لها أن تتزوج، لكن حقيقة الفقهاء ما أخذوا وما عملوا بهذا الحديث. هذا في السابق لما كان الأصل براءة الذمة، ولما كان الأصل حسن الظن، ما أخذوا به الفقهاء وما عملوا به. كيف في هذا الزمان اللي الأصل به مبني على سوء الظن، فهل يعقل أن نذهب إلى مثل يعني هكذا خيارات؟ عندنا إحنا أحكام توقفت، مثل سيدنا عمر في عام المجاعة اللي حل على المسلمين أوقف حد من حدود الله عز وجل وهو قطع يد السارق. ليش أوقف سيدنا عمر؟ أوقف لوجود عام المجاعة، الناس قامت تسرق من الجوع، فأوقف سيدنا عمر لهذا الحد. في الحروب الحدود تتوقف ولا تقام مخافة أن يلتحق هذا الذي سيقام عليه الحد مع العدو، مخافة أن يضعف جيش المسلمين. فهناك يعني حقيقة في الشرع. طيب أنا يعني أخذت منك نعم يعني الظروف. نعم دكتور مصطفى، دكتور مصطفى عذرا على المقاطعة عزيزي. أستاذ اليوم إحنا في زمان فسدت فيه الذمم. طيب لا بس أنا سأسمعك دكتور مصطفى. دكتور مصطفى عزيزي سأسمعك. لا بس أنا وصلت أخذت من عندك مأخذ من المآخذ اللي يتعلق بعمر الزواج بالنسبة للفتاة 9 سنوات. طيب أنا خليني أنتقل هنا للأستاذ مجيد. أستاذ مجيد، يعني هل تشارك الرأي دكتور مصطفى بأن هنالك بعض المآخذ؟ خلينا نعرف يعني آراءكم كرجال دين. يعني هنالك من يقول بأن رجال الدين هم من يروجون لهذا القانون ويدفعون دفعا لإقراره. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله. قلنا نسجل عتب، والصراحه لانني كنت الظروف في هذه الحلقه لا اعرف ما نرى، والان يوجد 4 من الضيوف، فكيف لنا ان نشير في الموقف؟ والموقف يحتاج الى حديث طويل. هذا واحد. ثانيا مساله الاتفاق، طبعا لا اتفق لاعتبارات كثيره. قانون العراقي والدستور يضمن لكل فرد عراقي أن يمارس وضعه الطبيعي، ومادة 41 تضمن للعراقيين أن يأتون بأحوالهم الشخصية الشرعية على حسب مذاهبهم. نحن الإمامية مثلا في العراق أغلبية، وبالتالي نحن عندما نريد أن نطبق شرع الله لا نلزم أحد به، لأن القانون المعدل ليس كما يطرح الآن. هذا تضليل. مسألة الطائفية ومسألة المذهبية، أعتقد أن الإمامية أثبتوا بجدارة عندما أعادوا المناطق التي تم تحريرها ولم يعملوا على التغيير الديموغرافي، وحركتنا أمام داعش والدماء التي سفكت. فهل يوم نأتي نطالب بتطبيق شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، والقرآن يقول ما أتاكم به النبي فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نعمل بآراء الفقهاء أم آراء الشريعة والنبي والأئمة؟ بالتالي نحن الإمامية نختلف في الزواج، في الطلاق، عن المذاهب الأربعة. نختلف في كثير من الأمور. حقوق المرأة التي
طرحها ضيفك الأول، في المذهب الشيعي تكون المرأة تأخذ حقوق مضاعفة من باقي المذاهب. أصلا الإمام الصادق عليه السلام إذا أردتم أن تدخلوا إلى المدونة الفقهية الشيعية الإمامية ستقرأ أنه لا توجد امرأة عاشت حالة من الترف إلا في مذهب إمامية باعتبارات كثيرة. ثم أن قضية الزواج في سن التاسعة، نعم، هذا ما كنت أريد أن أسأل أستاذ مجيد، هل أنت تشارك الرأي فيما يتعلق بسن الزواج؟ يعني ربما هذا واحد من المآخذ. أستاذنا الكريم العزيز، أولا هذه هي عملية تضليل للجميع. الآن لا يوجد في التعديل لا إجبار على سن التاسعة، ولا يوجد في مدرسة إجبار على سن التاسعة. سن التاسعة سن تكليف وليس سن زواج. الزواج مقرون بالرشد، هذا واحد. ثانيا هذا التعديل يأتي لضمان حقوق المجتمع، لأن اليوم كثير من البنات تتزوج خارج المحكمة والقانون لا يقبل إلا سن 18، بالتالي هذه ممكن تظلم وتطلق وتتزوج وتطلق خارج المحكمة. عندما يتم التعديل سوف يضمن القانون حقوق المرأة التي لا تطلق إلا أن تأخذ حقوقها، ليس كما يمارس المجتمع. المسألة الثالثة المهمة جدا، أننا في الطلاق الإمامي نختلف عن المذاهب الأخرى. نحن نصعب بالطلاق، نسهل في الزواج ونصعب في الطلاق. يعني الآن أنا الشيعي إذا أردت أن أتزوج وفق القانون الحالي يحتاج مني شاهدين، في حين أنا مذهبي لا يأمرني بأن أتي بشاهدين. لكن في الطلاق القانون يسهل، وهذا رأي المذاهب الأربعة، ولكن عند الشيعة الإمامية على رأي الإمام الباقر لا يتم الطلاق إلا بثلاثة شروط: أن تأتي بشاهدين عدلين، شاهد يعني يمكن لك أن تصلي خلفه. شوف الدقة، شوف الدقة والقسوة في الطلاق، لأنه كلما تساهلنا في الطلاق كلما تهدمت الأسرة. نعم أستاذ مجيد، يعني يطلب شهود في الطلاق ولا يطلب شهود في الزواج؟ ابدا، نحن في زواج. طيب انا اسمح لي انقل، يعني انقل هذه حقيقه، يعني جميل ان يكون هنالك من مع هذا القانون. اسمح لي فقط لضيق الوقت استاذ مجيد، اعطيني وقت باختصار لو سمحت. لا بأس، ولكن انا هنا امثل يعني راي الاغلبيه الذين يطالبون بالتعديل، ومن والضيوف الكرام لهم راي، لذلك لابد ان اخذ المساحه حتى اوضح. تفضل. هذه حرية أن تتزوج الطفلة في 9 سنوات. نحن ضد زواج القاصرات وخرجنا مرارا وتكرارا، يعني من 10 سنوات نحن نطالب بعدم زواج القاصرات. طيب أستاذ مجيد، ألا يشير هذا القانون الجديد إلى يشير إلى سن الزواج؟ يشير إلى يحدد العمر؟ لو ما يحدد. أحسنت أستاذ الكريم. هو أصلا أنا بعض الأخوة من البرلمانيين ذكروا ذلك، قالوا أصلا لا يوجد يعني عدم تحديد، لا هو يحدد من 15 سنة أعتقد وما فوق. المدونة المعدلة من 15 سنة، مو من 9 سنوات. من أين يأتون بهذا الكلام الأخوة الكرام؟ جميل جميل. طيب أنا خليني أنقل هذه الحقائق اللي أشرت إليها أستاذ مجيد للسيد المحامي، يعني أستاذ جمعة محمد جمعة الخبير القانوني. أستاذ محمد، يعني ليش العاصفة يعني اللي قوبل بها قانون الأحوال الشخصية، العمر الزواج بال9 سنوات لكن إذا تسمع أستاذ مجيد يقول بأنه لا، ما موجود هذا الشيء، لا بالعكس يضمن حقوق، بأنه البنت المتزوجة يضمن حقوقها بالزواج وحقوقها بالطلاق والعمر ماكو 9 سنوات. لعدي مين جبتوا هاي مال 9 سنوات؟ نعم، شكرا زين، تحياتي لك ولضيوفك الأكابر. موضوع 9 سنوات وغيرها من المخاوف اللي يثرناها جتي من نص التعديل. التعديل يقول بالفقرة باب أن المحاكم تعتمد في جميع مسائل الأحوال الشخصية على مدونة الأحكام الشرعية، ومدونة تكتب بعد 6 أشهر. إحنا نتخوف من أحكام شرعية موجودة نراها لا تتداءى مع وقت الحال، نراها هكذا. مثلا موضوع 9 سنوات مين جبناها؟ يعني هو التعديل ماذا يقول بالمادة 2 فقرة 5؟ تصدق محكمة الأحوال الشخصية عقود الزواج التي يضمها الأفراد على من لديه تخويل شرعي من الوقفين السني والشيعي. يعني رجال الدين لديهم تخويل شرعي من الأوقاف يضمون عقود زواج خارج المحكمة، والمحكمة بس تصدق. هذا رجل الدين ليست لديه محددات، يعني هنا هو ما محدد لعمر، محدد لها أنه يجي زواج. طيب
رجل الدين كان يؤمن بأن الزواج هي 9 سنوات، إيش نعمل؟ وإحنا عندنا الآن حالياً لو سمحت سأعود لحضرتك، سأعود إذا عندك أي تعليق أستاذ مجيد، إذا عندك أي تعليق سأعود لحضرتك من جديد، بس اجمع لو سمحت، لو سمحت يعني خلي دون أي ملاحظة عندك سأعود إليك من جديد، خلي يكمل الضيف، ليكمل الضيف لو سمحت أستاذ مجيد، سأعود إليك أستاذ مجيد، دون ملاحظاتك. أخي يطرح تضليل الإعلام، لا يوجد لدينا 9 سنوات ليبرز رأي واحد أن في الفقه يزوج في 9 سنوات. أستاذ مجيد، أستاذ مجيد عزيزي، واضح أنا نقلت هذه الملاحظات، نقلت ملاحظات حضرتك ودي يجيب عنها. اسمح لي، اسمح له أن يجيب على تساؤلاتك. يقول تزوج في 9، خلي يجيب رأي. لا يطرح يعني طيب خلينا نسمع من عند سعود، إذا عندك أي ملاحظات رجاء دونها سعود لك من جديد. تفضل أستاذ جمعة. نعم، بداية موضوع 9 سنوات ما جبناه، موضوع 9 سنوات موجود، يعني هسه مثلا قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي طرح عام 2016 طرح رسميا في البرلمان، قدم في وقتها في حينها وزير العدل حسن الشمري، كان مكتوب سن الزواج 9 سنوات. يعني هو مو هاني، يعني هو كاتبه. إضافة في بعض هذا اللي يتقدم، قدم بأي سنة؟ 2013 قدم؟ 2016 زين، قدم 2016 من قبل وزير العدل في حينها حسن الشمري، ثبت سن الزواج 9 سنوات وموجود. يعني مو موجود هذا الشيء، مو اكتبها عندك استاذ مجيد حتى تجيب عنها. طيب انا خليني انتقل، هذا واحد من المآخذ اللي عندك، خليني نشوف ست انسام يعني الموضوع ده، تسمعين ده تشوفين يعني بانه الموضوع اخذ ربما اكثر من مدياته، يعني حتى الموضوع تصاعد خارجيا يعني بهذا الشكل، الناس تدعو ده يقولون بان هنالك ربما يعني مخاوف من هذه التعديلات تقوض حقوق المراه والطفل. انتم وين تجدون بان هنالك تجاوز على حقوق المراه والطفل؟ الرجل استاذ مجيد ده يشير بانه لا، هو ده يضمن الحقوق بالزواج وبالطلاق، وده يضمن بانه حتى سن الزواج مو 9 سنوات. يا جماعه مين جبتوها وهيجتوا العالم علينا؟ مساء الخير، شكرا جزيلا عزيزي للاستضافه، تحياتي لحضرتك ولقناتكم الموقره وكذلك للضيوف الكرام. احنا بصفتنا يعني مراقبين للوضع الحالي من سنوات، واحنا نقف بالضد من تعديل الماده 57 الخاصه بالحضانه من قانون الاحوال الشخصيه، وتعرضنا لكثير من الهجمات والتسقيط الاعلامي وحتى للتهديد وللاساءه للنساء. المخاوف اللي تخوفنا احنا كنساء بصراحه انه مسوده التعديل، الطريقه اللي تقدم بها المقترح دون ان ترفق المدونات على الاقل، يعني تم مفاجاه مجلس النواب ومفاجاه الشارع بانه اكو مقترح قانون، وكانما هذا القانون الحالي سبب أزمة مجتمعية، وكأنما إحنا ما نحتاج تشريعات أهم مثل تشريع قانون الحماية من العنف الأسري. إحنا بصفتنا راصدين نتعامل مع الحكومة، نتعامل مع الشرطة المجتمعية بالذات، نتعامل مع المجتمع يلجؤون إن نساء وحتى رجال. المجتمع اليوم العراقي للأسف هو منهار بسبب المخدرات، بسبب العنف الأسري. إحنا نحتاج إلى قوانين رصينة. إحنا مو بصدد اليوم تعديل قانون لما نجلس مع الأشخاص المتبنين هذا التعديل يكون جوابهم أنا أريد على المذهب الفلاني والمذهب الفلاني. ما هو طيب هسه بالقانون اكو عندما يعني تعقد المرأة يا اما والرجل يقولوا لهم لو المذهب الجعفري لو المذهب الحنفية، فهو الموضوع هسه واضح بالقوانين، القانون الحالي بكل مواده هي تضمن الحقوق بالنسبة للمرأة والطفل. ما اعرف اني شنو الدافع بصراحه، تخوفاتنا من طريقه التقديم من الحملات التسقيطيه، محاوله تكتيم الافواه اللي تعرضوا لها الكثير من الناشطات والكثير من النساء اللي شاركوا بالوقفه. احنا دستورنا العراقي هو دستور ديمقراطي ودستور يضمن ان حريه التعبير، واحدى طرق حريه التعبير هي التظاهر السلمي وكذلك التعبير بمواقع التواصل الاجتماعي. لم نتجاوز على رجال الدين حتى نقال بانه احنا نساء. انا بالنسبه لي اذا جاءت على رجال، طيب انا ساتيح الفرصه لك استاذ مجيد عزيزي، ساتيح الفرصه لك، راح اعطيك مرتين حق الرد، بس اسمح لي خلي يكملون الفكره اللي عندهم لو سمحت.
نعم ست نساء تقدرون تلجؤون للقانون وتقدمون كل الأدلة اللي عندكم في حال إنه النساء اتجوزوا. أغلب الأمهات في حالة تخوف لأن الآباء يضغطون على موضوع سلب الحضانة من الأمهات على كل الموضوع يدور حول النفقة، حول النفقة اللي هي تنطل الطفل ما تنطل المرأة. اليوم إحنا نتكلم حول الفقه، الفقه ثابت، الفقه بالدين ثابت لا قابل للتغيير، بينما المجتمع الحالي الروابط المجتمعية الوضع الفقر. أنا ما أتحدث من أتحدث أنا ضد التعديل، مو ممكن مو أتحدث كموضوع شخصي، لكن أنا أعرف العوائل الفقيرة اللي نسبتهم ما يقارب 7% أعتقد من المجتمع العراقي، هذولا ممكن نفسهم تدنى ويبيعون بناتهم بمهر عالي. إحنا اليوم من نشرع قانون بتصديق عقود الزواج خارج المحكمة، يتم تصديقها وهي تم يعني عقدها خارج المحكمة، إحنا اليوم نشرع زواج القاصرات بشكل وبآخر. اليوم زواج القاصرات المفروض يعاقب أي رجل دين يعقد، وهذا الموضوع مدى يتم. بالتالي أنا اليوم ده أنطي حق حتى هسه اللي مدى يفكر راح يفكر، راح يقول لي حين تنضمن حقوقها قانونية في حين حتنسلب حق اختيار الزوج لأن هي مو واعية بتسع سنوات أو ما بعد التسع سنوات، وأيضا حقها بإكمال دراستها. فإحنا ليش نسلب من النساء ومن الطفلات أبسط حقوقهم؟ بالإضافة لذلك العراق مصادق على اتفاقيات دولية، ليش العراق يحرج نفسه اليوم بقانون؟ هذا القانون يكتبوه أشخاص وفق آراء. أهلا بكم مجددا. أكدت عضو مجلس النواب نور نافع أنها قدمت إلى المحكمة الاتحادية طعنا بجلسة مجلس النواب الخامسة من الفصل التشريعي الحالي. وأضافت نور في تصريح صحفي أن الطعن يخص القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى ما رافق هذه الجلسة من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي لمجلس النواب. أدرجوا القانون بحجة جمع تواقيع، لكن التواقيع هو بالدلائل، تواقيع مزورة. أغلب النواب اعترضوا أنه تم إضافتهم وتم التوقيع بدارهم بدون علمهم، وهذا شيء يعني هذا كارثة. وأنه أغلب التواقيع اللي موجودة اللي من أساس مدرجة القانون بالأحوال الشخصية داخل الجلسة هي تواقيع مكررة ومزورة. نصاب لم يتحقق داخل الجلسة، وعليه إحنا لاحق توجه للمحكمة الاتحادية للطعن بقانونية هذه الجلسة. اللي صار اليوم هو فرض قانون العفو العام، هو اتفاق سياسي مع الأخوة السنة، لكن قانون العفو الشخصية لا يوجد اتفاق سياسي. فلماذا هذه المفارقة؟ بالأمس شكلنا كتلة نيابية نسوية للتعال عن هذا أو للتعال عن تصويت قانون الأحوال الشخصية، لكن اللي صار اليوم هو فرض إرادات أصبحت هناك مداولة يعني من أجل الضغط على الأخوة السنة من أجل التصويت. أهلا بكم ضيوفا ومشاهدين في المحطة الثانية من برنامج بالعراقي. أستاذ مجيد أنا راح أتوقف عندك دكتور بعد إذن دكتور مصطفى، خليني أتوقف عند حضرتك يعني وطيني يعني إجاباتك على المآخذ بدءا، يعني أجبني على فيما يتعلق هل القانون المقدم حاليا إلى علاقة بما قدم بال 2016 بأنه القانون الجعفري اللي ضمن الزواج تسع سنوات؟ أبدا، هذا القانون المعدل الحالي ليس ذلك القانون الجعفري أخي الكريم، هذا واحد. نعم. ثانيا، القانون المعدل لا يفرض على الفرد العراقي أن يطلق أو يزوج عليه، هو يعطيه خيار. يعني بدل ما كان قانون مدل الآن وهذا القانون يمنعني من الطلاق بالطريقة الشرعية، يأخذ الحضانة بطريقة غير شرعية، يعمل بالنفقة، ولذلك زادت حالات الطلاق 8000 حالة. سؤال، 8000 حالة طلاق بالتحديد لو بالقانون الحالي بس ما يهموني. مين هذول الاخوه يتحدثون يقولون على الاسر وعلى الحفاظ على الاسر، لو يخافون المحامين على دكاكينهم تسكر، لانه عندما نعود الى شرع الله سوف تلتزم المراه بزوجها، ليس كالمنظمات التي تدعو انت قادره، انت فاعله، انت قفي ضد الرجل، انت اخرجي للعمل والدراسه، وكان الله الذي شرع ان الحياه بين الذكر والانثى، صار هنالك انبياء جدد يعملون اكثر مما قدم الاسلام للمراه، عجيب والله عجيب. يعني احنا الاسلام الذي اخرج النساء من الظلمات الى النور كانت توعد اعطاها حق الشراكه والعمل والزوجيه، وجعل الرجل قوام وينفق عليها وتقعد بالدار لا تحمل سلاح ولا تحمل عبء العمل، ولسنا بالاشتراكيين ولا الراسماليين. النظام الاسلامي ان المراه تكون معززه مدلله في ظل زوجها، اليوم لا لا، انت ما يصير الزوج يسخرك، ما يصير الزوج يقول لك كلمه. ثم قضية الحضانة أخي الكريم أستاذ عادل، نعم. الحضانة شرعا سنتين، أو إذا زوجت المرأة تعود الحضانة إلى الزوج. ليش هذا الزوج يحرم من رؤية أولاده؟
لماذا يحرم من رؤية أولاده؟ يقول لك والله زوجة الأم، زوجة الأب ما تربي الولد. لا، هو زوج الأم الذي يعتدي على بنات الزوجة، وتم اغتصاب بنات كثر، وبالإعلام ظهرنا أربعة، أنا قبل أيام شاهد أربعة بنات يتم اغتصابهن من زوج الأم. هذا حلال؟ وهذه البنت التي يتم اغتصابها عند زوج الأم، ولكن عندما يأتي الطفل عند والده لا يجوز. هذه الصيحات أفسدت الأسر، دمرت الأسرة العراقية. نحن مجتمع لديه أعراف ولديه قيم، والمذهب الشيعي لا يفرض على أحد يزوج ضمن المذهب الشيعي. الأخت الكريمة تقول بالقانون موجود أنه تتزوج على الفقه الشيعي أو صحيح، كلام صحيح أتفق معه، ولكن في الطلاق لا يطلق على مذهب الشيعة. مثلا نحن الشيعة لابد من أن يترفض الزوج بكلمة الطلاق وبحضور شاهدين. القاضي إذا غاب زوجها طلقها، تبقى هذه لعلها محلقة إلا أن يقوم الحاكم الشرعي بتطليقها، أو يأتي الزوج بعد 7 سنوات إذا كانت تزوجت وزوجها على قيد الحياة، تكون هذا العمل زنا وحرام. نعمل برأي القضاء الموجود لو برأي الشريعة. إحنا كل ما هنالك عملية التعديل يلي: أولا للعراقيين والعراقيات لهم حق الاختيار بالقانون المدني، أنت ملحد، أنت مسلم، أنت مسيحي، أنت أيزيدي، روح للمدني، روح للزواج اللي أنت تنتمي له عقائدي وشرعي. كل ما بالأمر هذا، لا في عملية تضليل، ولا في عملية تعميم، ولا في عملية سلب حقوق. على العكس أخي الكريم، أصلا هذا القانون سيضمن أولا يقلل من حالات الزواج التي تكون خارج المحكمة. زين. بالمناسبة بعد أنا سمعت كلام من الأخوة يقول لك يا أبا هذا كشيخ أو سيد يزوج خارج المحكمة. يعني إذا أنت كنت محامي وتظلل الرأي العام، القانون المعدل يقول أن الذي يزوج خارج المحكمة يكون مأذون من قبل الوقف الشيعي أو الوقف السني. يعني أكو مدونة من القانون راح تصير، مو شيخ الآن فاتح دكان أو مثلا محامي. أنا من عندك رسالة طمأنة. لحظة أستاذ مجيد، أنا أول شيء ما أريدك تحتد حتى تصل فكرتك، وأريد من حضرتك أيضا تسمع آراء الخصوم، لأن هذه هي أوصل للحقيقة توصلنا. بس خليك وياي، يعني بالحالة الزواج بالأذن وصوتي يرتفع لأنه سكايب. طيب. ولكن بالعكس بتخاطر معك. لا بس أنا أريد من عندك حتى يعني رسالة طمأنة حتى تكون يا جماعة، يعني هذا القانون اللي أنتم دا تعترضون عليه هذا ما يوقف. بس اسمع لو سمحت، اسمع سؤالي حتى يكون حاضر عندك، لأن وقت ضيق عندي أستاذ مجيد. بالعراقي بدون وجهك، اسمعني. هاي الأخت الكريمة تقول أنا ما تجاوزت، أنا أكد لك ما شفتش إلا الآن. صحيح أنا ما رأيت جنان، ولكن الأخ الرابع المحامي أنا شاهدت. طيب لا بس إحنا نسمع جميع الآراء أستاذ مجيد، نحن نسمع جميع الآراء، يجب أن تسمع جميع الآراء. لا لزمن الجواري، بربكم إحنا اللي رجعنا داعش ورجعنا الأيزيديات. طيب أنا خليني في صلب الموضوع أستاذ مجيد عزيزي. أستاذ مجيد هذا وقت، لو سمحت، هذا وقت دي يضيع عندنا. أستاذ مجيد خلينا نلتزم بأدب الحوار لو سمحت، مع احترامي يعني عذرا، فقط يعني خليني أطرح عليك رسالة الطمأنة اللي ترسلها لكل من يعارض يعني هذا القانون الجديد. تقول بأنه يعني بهذه الحالة أي زواج يتم خارج بأنه نطاق المحاكم سيسجل وتحفظ الحقوق كاملة للمرأة؟ نعم، وبشرط أن يكون الذي يتزوجون عنده مفوض من قبل الوقفين السني والشيعي، يعني يكون زواجهم قانوني مو فقط شرعي. الآن مثلا عندنا مشكلة، وهذا ديتم عندنا حاليا أستاذ مجيد، مو صحيح؟ ديتم حاليا سواء عند السنة والشيعة، الكثير من السادة والكثير من رجال الدين أيضا يسجلون. في النظام السابق كان موجود أكو مأذونين من قبل الوقف سابقا، ما كان وقف سني شيعي، واللي احنا طالبنا مرارا أن ترتفع الوقف الشيعي والسني ويعود وقف واحد لتهدئة الوضع الإعلامي والمجتمع العراقي. احنا نطالب بالوحدة دائما. قبل كان أكو يسمونه وزارة الأوقاف، فمن خلال وزارة الأوقاف يعين من له إمكانية تزويج المجتمع وتطليقه، وهذا مقر من قبل القاضي والقانون. اليوم راح ترجع هاي القضية، لا أكثر ولا أقل، أفضل من يكون شيخ أو سيد. طيب جميل. أو دكتور أو جميل. يزوج خارج المحكمة.
وهو جميل. غير مفوض من الاقتصاد. جميل استاذ مجيد، اخذت حقك هسه معدل مربع اخذته ها. خليني انتقل للدكتور مصطفى. دكتور مصطفى، شنو المآخذ الاخرى اللي عندك يعني حول هذا القانون الجديد، يعني ربما لا يلاحظها الكثير ربما من رجال الدين الآخرين؟ هاي لأول مرة نجد، يعني هنالك من يقول لا، رجال الدين السنة والشيعة متفقين على هذا التعديل. اسمع منك. أنا أتمنى أولا أن تكون منصف في تقسيم الوقت. معك تفضل. القانون بشكل الحالي يعني أعجبني تعبير أحد الإخوة، يجعل من القاضي ساعي بريد. اليوم حقيقة نحن نعيش فساد آخر الزمان. الأصل سوء الظن في مثل هكذا قضايا مقدم على حسن الظن. الإمام والخطيب سواء كان سني أو شيعي ما عند القدرة على إلزام الزوج أو الزوجة بما يترتب من آثار على العقد. وكثير من المشاكل لا وحدة ولا اثنين ولا ثلاثة يعني أصبحت واضحة العيان بفعل من يعقد خارج المحكمة. نعم، لكن عذرا على المقاطعة دكتور مصطفى، لكن هذا رجل الدين أو الشيخ مخول من المحكمة. عفوا، أعتقد هناك ندرة جدا في موضوع التخويل. يعني على حد علمي نحن مثل كأمة وخطباء وكرجال الشريعة من أهل السنة والجماعة نادر جدا من هناك يعني مخول حصل على تخويل يعقد. وحتى المخول يا أخي الكريم في كثير من الأحيان تترتب إشكالات على العقد خارج المحكمة. ده يستغل تجاريا دكتور مصطفى، الموضوع ده يستغل تجاريا أو درء المفاسد. عفوا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أن أدرؤ مفسدة متوقع حصولها مقدم على جلب مصلحة أيضا متوقع حصولها. نعم، ده يستغل يعني الموضوع تجاريا، ويستغل يعني البعض حقيقة يستخدمه استخدامات لا تليق بنا كمسلمين وكعراقيين. مؤاخذاتنا على القانون بوضع الحالي، مثل هو يقول بالمادة واحد ثانيا الأم المؤهلة أحق بحضانة الولد بعد الطلاق أو التفريق أو الخلع حتى يتم السابعة من عمره ما لم يتضرر المحظون من ذلك. يعني حقيقة في عمر السابع لا يزال الطفل غير مميز ولا يعرف مصلحته، ولا يزال الطفل يحتاج إلى حنان وعاطفة الأم. كذلك يعني ثالثا تقول المادة تنتقل الحضانة للأب المؤهل بعد إكمال الولد السابعة من عمره ما لم يتضرر المحظون من ذلك. الأولى أن يكون التعديل كالآتي: الأم المؤهلة أحق بحضانة الولد بعد الطلاق أو التفريق أو الخلع حتى يتم العاشرة من عمره، ويكون للمحظون حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه بشرط إذا وجدت المحكمة الرشد في الاختيار من قبل المحظون، وتراعى مصلحة المحظون. يعني أي ضرر يقع على المحظون غير مقبول. الشريعة قائمة على تحقيق مصالح الأفراد، وإذا ما وقع الضرر على إذن عندنا مسألة الحضانة، عندك اعتراض على مسألة الحضانة دكتور مصطفى؟ مسألة الحضانة أيضا تحتاج إلى وجهة نظر عليها. يعني هذه نعم أجزاء من الآليات التي تحتاج إلى مراجعة. المحظون غير مميز ولا يعرف مصلحته. طيب أنا قبل أن أنتقل دكتور مصطفى، عذرا، ينبغي أن يكون للقضاء القول الفصل، بس إذا تسمح لي أستاذ خلي أوصل الفكرة. ينبغي أن يكون للقضاء القول الفصل. القاضي مو ساعي بريد، القاضي تعب على نفسه ووصل لهذه المرحلة، مو ساعي بريد عند رجل الدين أو عند المؤسسة الدينية. جميل، والله سوي فلان شيء أو حط فلان شيء أو تعال تجيب دز لي كتاب حتى أنا أجاوبك. لا، القاضي قاضي. القاضي إذا آنس الرشد من المحظون هو الذي يقرر مصلحة المحظون. المحكمة تقرر مصلحة المحظون بعد سن العاشرة على الأقل يبدأ الطفل يميز. طيب جميل جميل، هذه ملاحظات دكتور مصطفى، هذه ملاحظات مهمة غير مميز. دكتور مصطفى عزيزي، هذه ملاحظات مهمة، ولكن أريد من عندك إجابة باختصار قبل أن ننتقل للأستاذ جمعة. من اللي لعد عد هذا القانون؟ أنا أشوف اعتراض من عندك، لكن الجهة الأخرى ما عد اعتراض، جهة واحدة اللي عدته. يبدو أنه يعني حقيقة أنا قلت لك بالبداية إحنا نعيش في بلد متعدد الهويات.
يبدو أن البعض ما يريد يحترم هذا الخيار ويريد أن يجر يعني كل البلد إلى هويته، وهذا مو صحيح. يعني أحد ضيوفك يعني كان بالبداية الصوت يتقطع، نعم. أشار أنه العراق ملتزم بمعاهدات دولية واتفاقات دولية. نحن يعني ينبغي أن نجعل مصلحة العراق أمام نصب أعيننا بما لا نخالف فيه الشريعة الإسلامية والأحكام الإسلامية، لأن إحنا بلد دستورة المصدر الأول فيه الشريعة الإسلامية، نعم. ونحن في بلد يسكن الغالبية العظمى منا مسلمين، نعم. أنا لا أدعو إلى مخالفة أحكام الشريعة، بنفس الوقت لا أدعو إلى مصادرة حق الآخرين، وأدعو إلى أن نبرز يعني الأحكام السمحة للشريعة. الشريعة جاءت لتحفظ حقوق المرأة، الشريعة جاءت لتحفظ حقوق الطفل. القانون بوضع الحالي الحقوق. أنا أقول نعم تحفظ الحقوق لا للرجل، يحفظ حقوق المرأة ولا يحفظ حقوق الطفل. نعم حقوق المرأة والطفل حقوق والرجل يعني الشريعة يعني هو هذا ما الكل يبحث عنه. حقوق للشريعة. دكتور مصطفى، دكتور مصطفى عزيزي، يعني الكل سواء بالداخل وبالخارج الكل يريد يحفظ الحقوق للجميع. أجدد ترحب بكم ضيوفا ومشاهدين في المحطة الثالثة والأخيرة من برنامج بالعراقي. أستاذ محمد، يعني خليني لو سمحت أيضا تكون الإجابات يعني مقتضبة، خليني أسألك يعني فقط عن النائبات اللي اعترضوا عندهم طعن مقدمي ما رافق الجلسة من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي لمجلس النواب. أي مخالفة سجلت بخلال القراءة الأولى لمشروع القانون هذا؟ نعم، بالفعل النائب نونافة قدمت طعن لمحكمة الاتحادية العليا، أنا وكيلها في هذا الطعن. عنا في دستورية قرار مجلس النواب بإضافة القراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية إلى الجلسة يجب والأعمال، باعتبار أن النصاب لم يكن متحققا في هذا اليوم. في هذا اليوم كان عدد النواب الحاضرين 178 نائب فقط حضر الجلسة. نعم. بالتالي خروج يعني 15 نائب يعني النصاب كسر، وحسب أقوال النواب بأن عددهم الذين خرجوا من جلسة لحظة التصويت كان أكثر من 15. بالتالي نحن طعننا بأن النصاب لم يكن متحققا لحظة التصويت، و يعني قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن بعد أن تتأكد من وجود النصاب أو عدمه. طيب يعني أيضا هذا بحقيقة الأمر برأيك هذا التصعيد ضد مشروع القانون للأحوال الشخصية راح يأثر بشكل أو بآخر على النظام القانوني بالعراق؟ تأكيد يؤثر، يعني هو حاليا دا يؤثر. يعني حاليا هذا لغة التهديد ولغة الطعن بين الأطراف. وين أكو تهديد أستاذ جمعة؟ مين تهديد؟ الآن إحنا جميعا نحن المعارضين للتهديد، جميعنا نتعرض للتهديد، نتعرض للطعن، نتعرض للتشهير، يعني جميعا نحن معارضين للتهديد. فموجود هذا التهديد الرقمي يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا نتعرض لنا. هذا حاليا بدا ياثر، يعني بعدنا لاكو تعديل ولا شيء بدا ياثر، ولكن نعم في حال قرر هذا التعديل سيتاثر، لأن التعديل يقول تعتمد المحاكم في أحكامها على المدونة. بالتالي القاضي كما قال سماحة الشيخ سماحة الدكتور، القاضي سيكون ساعي بريد يرسل إلى المحكمة، يرسل إلى الوقفين مجلس العلمي، ومجلس العلمي يجاوب ويعطي حكم. هذا سبب من القاضي دوره في الاجتهاد والبحث وأقرار الأحكام، سلب من القاضي أهم أدواره. فنعم سيؤثر على النظام القانوني في العراق، سيؤثر جدا على النظام القانوني في العراق. نعم. طيب ست أنسام، يعني حقيقة الأمر يعني المنظمات المدنية هنا داخلة في إشكالية يعني الكثير ربما من الجهات المختلفة داخل العراق سواء مع رجال دين أو مختلف الجهات، يعني خصوصا إشارتها إلى أنه الزيجات خارج المحاكم يعني تكون نتيجتها أطفال بلا نسب، على شنو استندتوا؟ يعني إذا يقول لك هذه بأنه الزيجات ده تسجل، طيب شلون يكون أطفال بدون نسب؟ وهي الزيجات طيب اللي صارت هاي خلال الفترات اللي قبل يعني شلون كانت تسجل أيضا؟ طبعا المنظمات يعني ولله الحمد اللي يعني لعبت دور كلش كبير في
من 21 سنة في كل أزمات العراق كانت منظمات المجتمع المدني تعمل إلى جانب الحكومات العراقية، وخصوصاً بأزمة احتلال يعني الإرهابي من قبل داعش. لكن للأسف اليوم إحنا العراقيات ننعت بأنه إحنا بنات سفارات، وننعت بأنه منظماتنا مدعومة من الخارج، وإحنا أدوات مشبوهة لتخريب نسيج المجتمع العراقي. وهاي يعني بقى أشوف، خلينا نكون واقعيين، إحنا إذا اليوم أنا كرأي شخص ضد التعديل، فما أنا إذا كان عندي نية أصدقه وأقعد أتحاور ويا جماعة التعديل 1% بعد ما شهروا بينا وهددونا وطعنونا، أنا بعد ما أعرف نواياهم شنو. مع كل احترامي للناس الزينة والطيبة، أنا إذا أتحدث عن أشخاص اللي أساءوا لنا بفيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تهديدنا يعني الأمن الرقمي بالنسبة للنساء الناشطات. النقطة الأخرى، إحنا اليوم من نقول زياد حالات الطلاق بسبب القانون الحالي، طيب ما هي اليوم المحامين ومجلس القضاء الأعلى؟ كل الأكثر الزيجات اللي تتم وموجودة وتنشر أكثرها حالات طلاق هي خارج المحكمة. يعني شنو؟ يعني هاي ما مسجلة بعقود خارج المحكمة. يعني تتخيل أنه بنية عمرها جوا 15، أبوها يروح يزوجها، يختار لها العريس، يأخذ المهر مالتها، بعدين العريس ورا فترة يجمرها ويصير عندها طفل، وهذا ممكن العقد ما يصدق بالمحكمة. فبهيجي حالة راح تضيع الأنساب، بهيجي حالة أنه الطفل ما راح نقدر نطلع له وثائق ثبوتية. هذا الشيء كله موجود بالوضع الحالي. اي بس مو لهالدرجه، مو لدرجه بانه ستنساب، مو درجه بانه يضيع النسب. يعني ممكن يروح المحكمه يسوي فحوصات طبيه ويثبت النسب. مات اختفى استاذ، مات اختفى، حوادث العراق كوما، ما راح نقدر نوصل إلى شغلة. الاخرى انه انا اجبر المراه على تحمل الرجل، بين اقول اذا ابنك عمره سنتين ترى ناخذ الحضانه منك، فغصبا من على راسك تقعدين وما تروحين تطلقين. يعني مدى احرض على الطلاق، بس الله سبحانه وتعالى حلل الطلاق وقال هو ابغض الحلال. اذا المراه واغلب حالات الطلاق هي طلاق تعسفي، يعني الرجال هو يروح يطلق، زين انت تريد المراه تتحملك وانت شخص ما قايم بواجبها ولا قايم ببيتك ولا انت تستاهل لا تكون زوجة ولا تكون اب. والله اجيب قانون شرعي، بالقانون الشرعي المراه ما تطلق، بالفقه المراه ما تطلق. تخيل انت، يعني الله يقول الطلاق حلال، احنا نجيب فقه نقول ماكو المراه لا زوجة غير واحد تايدة تزني، شنو تحشون صدق؟ لعد الرجال عادي بالنسبه له يروح يتزوج اكثر من زوجه وحده. ابسط شيء احنا هسه عندنا بالقانون الخيانه الزوجيه، من راح يكون فقه؟ راح يكون اكو زواج منقطع. يعني المرأة اذا طبت شافت زوجها ويا مرة يقول هاي زوجتي دا يعني دا استمتع بيه، يا اخي ما يصير. يعني بالمنطق يعني احنا هسه نلغي القانون، يعني هسه احنا نلغي القانون ونلغي القضاء، مكافحة التعدين يا استاذ. نعم. نجيب احنا اليوم اراء شرعيه او اراء من مبنيه على الفقه هسه ما يخدم المجتمع. خلاص نعم. طيب تخدم المجتمع يا استاذ. طيب. انا ما اقدر، انا اليوم ما اقدر اناصر تعديل قانون، هذا قانوني واحد العراقيين. ارجوك استاذ لا تقول خياري، لا مو اختياري، القانون الخاص يقيد العام، ماكو خيار. نعم. طيب انا يعني دعينا نشرك يعني بقيه الضيوف ستنسام، استماعتي لك وشكرا على هذه الملاحظات المهمه. دكتور يعني استاذ مجيد، باختصار لو سمحت، يعني هنالك من يقول هذا القانون رجولي، يعني ليش بانه تدون فقط بانه هنا حفظ حقوق الرجل في حين تناسيتم الطفل والمراه، ودا تريدون بانه المراه تكون يعني بانه ضيقون عليها اكثر واكثر حتى من خلال الطلاق. شوف اخي الكريم استاذ عادل، خلي اقول لك اياها وبالعراقي، برنامجك بالعراقي. اي اسمع الان جزء من الحمله التضليليه الغير صادقه في نقل الحقائق، يسمعون ضيوفك. اولا احنا ما عندنا قضية انه تقف امرأة، الان هذه الاخت عشرات انا سمعت امثالها تقول لازم المرأة تطلق. يعني بدل ما يسترون المرأة، بدل ما تكون الاسرة يقولوا لها تحمل الزوج، انا مو جاي اقول للرجال انبياء، ولكن ما كان هذا معهود عندنا قبل 2003. امهاتنا شافن حرب العراق وايران 8 سنوات، خرجهم طيارين ودكاترة ومهندسين، وعندنا الخبز اليابس. امهاتنا من الحصار الامريكي العراقي الكويت عفوا، من صار حرب الكويت 12 سنه فرض علينا حصار، لبسنا الثوب 10,000 مره. اليوم المراه تعيش بضحبوحه، اجهزه تكنولوجيه، زوجها عنده وظيفه، وشوف صيحات امامك انه المراه لازم تطلق. يا
يعني هذا فرحانين يعني هو ليس هذا لا هو عذرا استاذ مجيد يعني هو الاشاره عندما يصل الموضوع الى الطلاق يعني هذا واحد من الحقوق سواء للرجل او للمراه يعني لا نريد ان نركز فقط على هذه النقطه. اولا القران الكريم لا تبعضوا اتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. القران الكريم زين نعم قال ان ابغض الحلال عند الله الطلاق حلال ولكن يبغضه يعني اخر الكي اخر شيء طلاق. الان ما تسمع لك محامي او محاميه او منظمه اذا بالمناسبه خل اقول لك اللي يزعل انا سويت استقراء على كثير من اللوائح ضمن بالدفاع وليس بالدفاع عن المراه كذب. نحن الذين ندافع عن المراه اللي رجعنا الارض والعرض هذا كله شيطنه الرجال وسلب اراده الرجال حتى نتحول الى ديوتين لان الفساد امامك في السوشيال ميديا. شوف طيب عدد طيب هي ليست يعني لا 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 مو قلنا بان استخدام المفردات يا استاذ مجيد يا عزيزي يعني نحفظ يعني نحفظ ونستمع من الطرف الاخر وان كان خصما نستفيد من الخصم من جميع ارائه ولكن لا يكذب يقول الحقيقه. طيب ما عندنا زواج منقطع بهذا القانون. اسمعني ثم اسمعني استاذ عادل لو سمعت. ثم بالنسبه ان احنا الان لما المراه هذه تطلق وين راح تروح؟ يعني مو تبقى بدل ما تسكريها انت وتقولي لي يابا زوجك الله سبحانه وتعالى جعله قوام وعليك ان لا تخونيه واصبري على فقرك وعلى فقري استريه ربي نعم. اولاده لا شو تقول لك؟ طيب. تقول لك لا خد تطلق مو جاريه. طيب واضح يعني واضح انا استاذ مجيد استاذ مجيد عزيزي انا اتمنى ان يكون هنالك اعتراض على الاليات فقط والاجابه بان نستمع للطرف الاخر ونحاول ان نقدم بطريقه اخرى فقط لضيق الوقت استاذ مجيد حتى لا نغبن دكتور مصطفى. دكتور مصطفى عزيزي خلينا بصوره انتم شو تريدون؟ يعني بالحاله يعني ناس تجر يمنى وناس تجر يسرى خلينا نوضح هذا الموضوع للناس. دكتور مصطفى اخي الكريم احنا حقيقه نريد ان نحفظ حقوق الجميع وعندنا جمله ملاحظات على القانون بوضع الحالي وقمنا بتشكيل لجنه من كبار علمائنا وثبتنا ملاحظاتنا وارسلناها لمن نتمنى من لمن الجميع أن ياخذون بهذه الملاحظات للمعنيين الذين يقومون على تشريع القوانين في البرلمان العراقي. نعم. اذا تحب بعد الحلقه ان شاء الله ابعث لك على تليفونك الخاص جملة الملاحظات التي ثبتت اللي تتعلق بسن الزواج جميل أكون ممنون منك بالحضانة وبموضوع التبني وبموضوع من هو الأحق بالحضانة في حال إذا فقد أحد الوالدين أو فقد كلا الوالدين موضوع سمعة نعم. الحاضن أيضا مهمة شكرا جزيلا دكتور مصطفى عزيزي وصلت إلى نهاية البرنامج أشكر ضيوفي دكتور مصطفى البياتي رئيس رابطة أئمة وخطباء العظمية ومجيد العقابي رئيس مركز الفكر والحوار والإصلاح ومحمد جمعة الخبير القانوني وإنسام سلمان رئيسة منظمة أيسن لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. سيبقى هذا الموضوع مفتوحا يعني حتى نصل إلى نتيجة بالتأكيد ترضى الجميع. سلامتكم. انتهت حلقة اليوم وباشر موضوع جديد وبالعراقي. يمكنكم متابعة البث والإعادة على منصاتنا المختلفة والتفاعل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونقولكم بالعراقي أودعناكم.